بنرحب بزميل العزيز كابتن نصر عباس خبيرنا التحكيمي لتقييم اداء حكام اليوم. منور يا كابتن، الف مبروك النادي الاهلي. تحياتي لك كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجم الكبير الكابتن ماهر همام، كابتن ناصر، الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا، منورين يا كابتن. مبروك النادي الاهلي وهارد لك لنادي الداخليه. سريعا يا كابتن ايمن، بنتكلم على طاقم التحكيم. قبل المباراه قلت لك ان المباراه صعبه كابتن ماهر، صعبه جدا، والكل قد يتخيل على الورق ان المباراه سهله. لا، المباراه صعبه جدا تحكيميا، اختبارات كثيره جدا لطاقم التحكيم داخل مناطق الجزاء. هل نجح الحكم فيها؟ هل نجح في بعضها وفي حالات ثانيه؟ الكلام دوت من خلال الحالات اللي معانا كابتن ايمن، هنشوف ونحلل اداء طاقم التحكيم. ابراهيم محمد قلنا من الحكام الصاعدين، سنه صغير، وكانت مباراة بالنسبة له صعبة النهاردة. أعتقد من خلال الحالات هنشوفها وبعد كده نقيم أداء طاقم التحكيم بالكامل. معنا أول حالة، وأنا بتكلم هنا كابتن أيمن على أول حالة، وهو ده معيار الحكم في احتساب المخالفات. هنا الحكم هنا معياره إن التنافس مفيش مخالفة. هنا في تنافس هنا ما بين الاثنين، لاعب النادي الاهلي ولاعب نادي الداخليه. نشوف هنا الاثنين بيتنافسوا، وهنا بالتالي هنا مفيش اي مخالفه ولا من المدافع ولا من المهاجم، وهنا كان استمرار اللعب من الحكم ابراهيم محمد. يمكن دي كانت اول حاله معانا كان قرار صحيح، ويمكن دي اديته ثقه كتير. هقف، هرجع تاني هنا. خلينا نشوف الحكم هنا وعنده قراءه للعبه، وشوف ازاي هو بيتصرف، ازاي هو بيعمل سبرنت للحاله. مش متراخي هنا، بيفتح سبرنت كويس قوي، بيروح في المكان وبيبتدي يبص كمان على المساعد، وبعدين بيبتدي يدي التسلل. وهنا القرار من وائل شعبان اللي هو الحكم المساعد رقم واحد حكم منطقه اسكندريه، كان قرار صحيح. وائل من الحكام الكبار، ادى مباراه النهارده هو وحسن رمضان من منطقه بني سويف. الاثنين المساعدين النهارده كانوا على قدر كبير جدا من التميز في هذه المباراه. نشوف هنا الحاله ديت، وانا جايب الحاله دي مهمه قوي قوي عشان نشوف هل هنا في مخالفة. هنا بنشوف في اعتراض من بعض لاعبي نادي الداخلية، هل في مخالفة تسبق الهدف؟ هل في مخالفة هنا؟ نشوف هنا محمد هاني، هذه اللعبة، وهنا ابراهيم محمد يقرب تقريبا ياردتين. شوف بالمقارنة بالحالة الأولى اللي احنا قلنا فيها يستمر اللعب، نشوف هنا أيضا هنا تنافس عادل، الاتنين بيحطوا جسمهم في اللعبة، وبالتالي هنا لا توجد مخالفة على محمد هاني. كان قرار ابراهيم محمد باستمرار كان قرار صحيح، وكمان النهارده كان محمود السوني على الفار اكد صحه القرار، وبالتالي هنا هدف قفشه كان هدف صحيح. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه، وانا هقف هنا عند ابراهيم. ابراهيم هنا بس هنا كابتن، دايما حارس المرمى لما بيستحوذ على الكره كان بيبقى عنده امكانيه النهارده يعمل هجوم واعد. نشوف هنا دي هجمه للداخليه، في اكتر من لاعب موجودين في التشبير، هنا عنده امكانيه ان هو يلعب لاي زميل ليه في الملعب يعمل هجوم واحد. انا كان هنا في حاله اسمها شد، هنا تعطيل اللعب، كان يجب انذار هنا لاعب الداخليه لتعطيل اللعب، لان هنا كان في عندنا امكانيه يكون في هجمه للاعبي النادي الاهلي في هذه الحاله. نروح للحاله اللي بعد كده. خلاص هنا احنا قلنا هنا في انذار، هنا انذار مستحق. هقف بس، هرجع تاني تسامحني للعبه وقرار الحكم بس هقف هنا، هقف شويه. هنا كنت بنتكلم على احيانا الحكم بيروح في المكان الصحيح، واحيانا اللعب بيخدمه اللعب هو اللي بيروح له في المكان الصحيح. شوف يعني بتكلم في حاجتين مهمين جدا، ممكن الحكم في هذه الحاله يبقى متطرف ناحيه يمين او شمال، لكن هنا ابراهيم محمد تمركز ولا اروع، قرار حاسم، بياخد القرار قرار صحيح باحتساب مخالفه ركله جزاء على النادي الاهلي. خلي بالك، وهنا بنقول واحنا في استوديو النادي الاهلي بنقول ان هنا في ركله جزاء على النادي الاهلي. هنشوف تفاصيلها يا كابتن بالزبط. ايمن، واحده واحده، وهل المخالفه صحيحه؟ وهل كان قرار الفار اكد على صحه المخالفه ولا لا؟ هنمشي عندنا اكتر من زاويه. اولا انا عندي هنا ابراهيم محمد واقف في تمركز صحيح، هنا شوف ادي زاويه، ونشوف هنا العرقله بس بالقدم اليمنى. الزاويه دي يا كابتن باين ان رجل يسرى على الارض. انا جاي يعني ماشي. انا جايب اكتر من زاويه ماشي. واحنا هنا عندنا دايما عندنا المصداقيه يا كابتن ايمن، ونشوف الحاله اللي جاي. هنا نشوف بقى هنا بس هنا بنقول كابتن ايمن فوت اون فوت، هنا في دهس. ننزل تاني كده، هنا رجل لاعب داخليه نزلت على الارض، وهنا شفنا
لاعب النادي الاهلي هنا هو اللي بينزل على رجل الحذاء، وبالتالي هنا المخالفه كانت موجوده، قرار صحيح باحتساب مخالفه ركله الجزاء. وهنا محمود السني اكد على صحه القرار. انا هنا يميز القرار ايه يا كابتن؟ هنا يميز القرار قناعات اللاعبين، ما حدش حتى كمان اعترض. دي نمره واحد. نمره اتنين، تمركز الحكم كان تمركز ولا اروع في هذه الحاله. فانا شايف ان هنا كان قرار صحيح والفار اكد على صحه قرار. وخد قرار هو راح للمنطقه بنفسه. ده اللي انا بقول، هو خد قرار يا كابتن ماهر، عارف ليه؟ لان هو كان في موقف سليم جدا جدا جدا. هو شاف تفاصيل اللعبه، كان تركيزه عالي قوي قوي قوي، وبالتالي لما خد القرار حتى ما ترددش فيه والفار اكد فيه. صح. بنقول النهارده ابراهيم محمد النهارده لحد دلوقتي ماشي 10 على 10، ما عندوش اي مخالفات يا كابتن ايمن. انا بقول النهارده عنوان المباراه اختبارات الحكام داخل مناطق الجزاء. شوف الحاله بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا، قد يرى البعض ان هنا في مخالفه ضد رضا سليم. شوف هنا حكم هنا امر باستمرار اللعب. طيب نرجع للحاله ونشوف تفاصيلها معانا، هل في مخالفه من مدافع الداخليه او من لاعب الداخليه في هذه الحاله؟ نشوف هنا فعلا رضا سليم نجح في لعب الكره، ولكن هنا نشوف هنا القدم هنا لاعب داخليه، نشوف هي نزلت على الارض، وهنا رضا سليم هو اللي يعني وقف او هو كش شويه، وبالتالي هنا ما كانش في مخالفه هنا في هذه الحاله، وكان قرار الحكم لو بس شوف الحكم نزلت على رجله يا كابتن زي اللي فاتت كان بالظبط كده. لو في تلامس اي هنا اي خطا باهمال هنا، لو في قدم ابو التلامس اللي فوق ده في قدم هنا مفيش واضحه يا كابتن عادل، هنا مفيش مخالفه. تلامس بتهيألي في الشراب. لا يا كابتن انا مش متهيألي، انا هنا في الحاله مفيش هنا مخالفه، وهنا القرار قرار صحيح من الحكم، تمركز الحكم واللاعب هو لو كمل كان ممكن يبقى فيه. طب انا شايف انه في لمسه. بص يا كابتن هاتها تاني وشوفها. احنا اتكلمنا في معيار الحكم في البدايه وقلنا ان الحكم بيسمح باستمرار اللعب في التنافس. هنا شكل اللعبه شكل اللعبه مهم، ولكن هنا انا شايف ان مفيش مخالفه، مفيش تلامس اصلا من مدافع الداخليه. قرار الحكم هنا كان قرار صحيح باستمرار اللعب. تاني هنا بنشوف يا كابتن ان عادل تاني عشان ناكد بس اهي دي بقى مفيش ما هي دي فين فين التلامس يا كابتن؟ الشمال في رجل فين التلامس؟ نزلت على الارض. لا اللي فوق. ايوه اللي فوق. ما فين فين فين؟ ما هو اللي فوق يا كابتن هنا سؤال في لمس. لو في تلامس هنا لا لمسه. لا مفيش تلامس يا كابتن، انا هنا شايف من وجهه نظري ان هنا القرار صحيح مفيش تلامس، وهنا لو كان في تلامس كان الفار كان استدعى الحكم في هذه الحاله. القرار صحيح. الحاله بعد كده نشوف هنا حاله من الحالات المهمه، وهنا على طول هنا ما ترددش الحكم، وهنا محضر قراره مخالفه المسك، وبالتالي هنا ادى انذار كابتن اسامه، هنا في انذار صحيح للاعب نادي الداخليه نتيجه المسك. قرار صحيح ومعيار واحد في احتساب المخالفات. الحاله اللي بعد كده نشوف هنا انا جايب اللعبه ديت مهمه قوي قوي، وبنشوف هنا الهدف. هدف هنا هل في لاعب في موقف تسلل؟ هل في حاجه قبل الهدف؟ هدف سليم 100%. بقول في النهايه الاهلي كسب 2-1. مباراه النهارده يا كابتن ماهر اختبارات الصندوق للحكم نجح فيها بكل المقاييس، حكم صغير. التحكيم كله النهارده بامانه كان تحكيم جيد. بقول مبروك للحكم النهارده على هذه المباراه الصعبه يا كابتن ايمن، صعبه جدا جدا. خلي بالك توفيق ربنا سبحانه وتعالى وفقه مع اجتهاده، طلعت المباراه بهذا الشكل. نتمنى اي حكم صاعد او واعد يا كابتن ماهر ياخد الفرصه يمسك بايده ويهتم فيها. نتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه يكون التحكيم على مستوى عالي ويحقق العداله بين الفريقين يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا كابتن.